صباح الخير. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنت غنقول لكم انا دابا كاين في التران من 7 العشيه دابا راه 9 ديال الصباح، يعني راه 14 ساعه وانا كاين في التران. صفيت لها انا هي اللي كتصور، شدت السرير ديالها، انا شديت السرير ديالي. هاد الغرفه هادي فيها 4 الناس، صفيت لها انا وواحد البنت وواحد البلاصه خاويه، ما يعني حنا ثلاثه دابا اللي كاينين في هاد الغرفه هادي. غادي نوصلوا لموسكو ان شاء الله غادي 9:30، قالت لنا الساعه، داكشي علاش غادي نبدا الفلوق ديالي من هنايا. عندك الضوء ديالك هنايا، البلاصه فاش كتعلق الا فيك البرد راه كاينين الكواشرا مال الفوق، كاينين هنا تقدر تحط اي حاجه. السيكان ديالنا حطيناهم لتحت، كاين واحد البلاصه فيها كتحط السيكان. الو هاو تو سي جود مورنينغ، صباح الخير. صباح الخير. البنت اللي جايه معنا عندها واحد القطه و الخوت، خصنا نجمعوا هذا الشيء هذا باش نعطوهم لهم من بعد، حيت جا شي واحد جلس جديد كيعطوه شي حاجه جديده فهمهم باش يغسلوهم. خوت البيت ديالنا هو رقم 9، كما كتشوف هادو كلهم بيوت كاينين هنايا اللي كيقولوا فيهم 4 الناس، صراحه نقيين ومرتاحين. زائد كاينه واحد الطابله تقدر تاكل تماك، زائد كاين البلاصه فاش تقدر تشارجي التليفون ديالك. خوت وصلنا لموسكو، خوت يلا خرجنا من التران دابا غادي نمشيو للمترو باش نمشيو للوطيل، حيت راه خدينا الوطيل هاد المره، خدينا هو الاول عاد باش شدينا التيكيت ديال التران. هاد البلاصه ديال المترو ستيشن عامره بزاف صراحه وكبيره. دابا خصنا نشرو التيكيت باش نمشيو بالمترو. هاد الشيء راه دابا نجي انا والله ما نفهم شي حاجه فيه. هما شد التيكيت تو 60 رامبلز. كما شتو التيكيت ها هي دابا، هي وحده عاد شري الثانيه دابا. ديال المترو عرفت شحال من المترو عندهم هنايا، وعندهم متروات بزاف. داك المترو اللي جينا فيه دابا لاكاب، دابا غادي نهبطوا تحت لاكاب. لاكاب خوت غادي نهبطوا لاكاب الثالث. ها هو هادو كيحفروا كيحفروا حتى يوصلوا للماء ان شاء الله. خوت تخيلوا معايا دابا هذا هو لاكاب الثالث، شوفوا طويل يعني راه حافرينو مزيان. خوت هنا المترو كيجي كل دقيقة واحدة بالحساب. خوت سكت انا كتفيلمي وانا كنفيلميها في الباصة ديال المترو، يقدر يتلاح شي واحد هنايا راه صافي راه مات. الخوت البرد هاي هاي على واحد السرعة كيجي بيها صراحة. المتروات والترام نقيين. خوت هنا حنا في موسكو، بلاصة سميتها بوشكن سكوير، بوشكن سكوير هي هادي. المهم دابا غادي نمشيو نختفوا هنا هو الاول كما العاده. الخوت وصلنا لوطيل، غادي ندير تشيكين وغادي نوريكم الغرفه من بعد ان شاء الله، حيت وصلنا بكري ما عادش نقدر ندخل الغرفه، يعني غنمشيو نختفوا هنا كما قلت لكم. خوت جينا واحد الريستور، شو كيداير؟ اوكي ها الحرام. وصلنا الريستوران دابا غادي نشوفو شنو عندهم. هادو خدامين عندهم الدراري بزاف، البنات ما كاينينش هنا، حيت فين ما مشينا كنلقاو البنات هادو مجرين على البنات واقيلا. خوت شوفوا واحد القهوه خديناها، قهوه ليمون وبياض ديال البيض من الفوق، منها عصير منها كافي ومنها بروتينات. طلعنا هاو يو فيلين لي موسكو؟ جريت. دو يو لايك موسكو؟ اي لايك موسكو، اي لايك تو فيزيت موسكو. اي وود نوت لايك تو ليف هير بات اي لايك تو فيزيت اند جو تو ماي فيفرت بليس. خوت قولوا لي واش كيجيكم هذا الموستاج وهاد القويديمه، واش نحيدها ولا نخليها؟ اكتبوا لي في الكومنتيرات. خوت تلاقينا مع شي فيستيفال كاين هنايا، داكشي علاش غادي نوريكم شي لقطات من واحد الفيستيفال اللي حدا لوطيل اللي شدينا. خوت هذا واحد المعرض كيديروه كيرجعوا للستيل ديال الستينات والسطيح ديال الستينات، داكشي علاش دايرين هذا الفيستيفال في جميع البلايص اللي كاينين في موسكو. الخوت جينا لوطيل، المشكل اللي كاين الخوت هو ما كاينش لاصال هنا، ولكن هذا ماشي مشكل كبير، كاين الحل. الخوت هنا دابا في الشارع ديال موسكو اللي سميتو برسكايا، ها هو هذا كتشوف كيتمشوا فيه بزاف ديال الناس. هو هذا راه هي راه السكوير كتبان لكم من هنا، يعني هاد الشارع هذا هو اللي كدير السكوير، ولوطيل ديالنا كاين لهاد الجهه غير مورا هاد البنايات هادو، كاين لوطيل فاش جالسين
وهذا هو الشارع كما كتشوفوه، بلاصه المترو هذا، هذا اللي خرج منها السيد المترو. هادو في المدينه عندهم المتروات غير لتحت التراب، ما عندهمش فوق التراب، هادو كاع ما كيستعملوا فوق التراب، دايرين بحال التقابي ديال الفيران. سبيتلانا اكسبلين موسكو، عطينا شي معلومات على موسكو. Too much people, too much traffic. You can find here everything, whatever you want. هنا عندهم القهاوي كلهم دايرين لهم واحد الديزاينات واعرين، كل واحد والديزاين ديالو. غادي نوريكم شي لقطات ديال كل قهوه بحال اش داير الديزاين ديالها. هذه واحد الريستورا. هادي ريستورا مهتمة بزاف غير بالورد، وهاد ريستورا دايرة دوك البارز القدام كديكور على برا. خوت موسكو هي العاصمة ديال روسيا، دايرة بحال مدينة الرباط عندنا في المغرب، كبيرة بزاف وفيها البشر كتير، فيها 17 مليون نسمة ديال البشر، يعني راه قريبة النص ديال المغرب كامل، وغير مدينة وحدة. الخوت وصلنا راد سكوير، هادي هي اللي معروفة عندهم في موسكو اللي كيتمشوا فيها الناس، وهي اللي كاينة في الوسط ديال موسكو. كما شفتوا تصورنا مع البوليس فرندلي بزاف، كيهضروا كيضحكوا معاك وتجمع معاهم ودير اللي بغيتي معاهم، ماشي مشكل. خرجت لي واحد الفكره جاهنا 100، هنا مهتمين بزاف باللباس، غادي نصور لكم اي واحد لابس شي ستيل مزيان معايا في الفلوغ، وغادي نبدا من دابا. واحد جوج المول سميتو تسوم، اللي عامر بالحوايج ديال لي فاشن اللي كيشروهم الاكثريه في الناس ديال موسكو، والاكثريه ديال المولات اللي عندهم كتلقاهم عندهم غير الشركات اللي غاليين. دابا غادي نجربوا منهم شي حاجه، داكشي اللي كندير حتى انا باش نوريكم حتى حنا المغاربه حنا الطب في الفاشن. هاد الجاكيطه الخضراء كدير 6 مليون مغربيه، اللي البراند ديالها باتمان. العشران هذا هو المول ديالهم اللي كاين حدا راد سكوير. شوفوا شحال واحد كيتسنى الايس كريم، هادشي كامل كيتسنى هاد الايس كريم هذا، هذا يكون شي ايس كريم واعر، ايس كريم تقليدي ديالهم هما. خوت شوفوا الكراسي اللي في المول بحال اش دايرين. خوت جينا المول هنا بغينا ندخلوا للتواليت، قالوا لنا خلصوا. عمري شفت انا شي مول خصك تخلص فيه، حتى لهادي الروسيه ما درتو فيها ما يصلح. خصك تخلص 50، شو داير بحال داكشي ديال المطارات، تخلص ودوز. خوت جينا واحد البلاصه مول غير ديال الماكله، وفيه 3 ايطاج، وكل ايطاج مختص بشي حاجه، ولكن الماكله ديال جميع انواع العالم. وات نيم اوف ذيس بليس؟ سنترال ماركت. سميتها سنترال ماركت، ولكن حنا ما غاديش ناكلوا اليوم هنا، غادي نمشيو لواحد السوبر ماركت اللي بحالها تقريبا بحال هذا الشكل هذا، ولكن فيه الاسماك كثيره. غادي نمشيو بالسكوتر. خوت وصلنا، هي هذه السميه ديالها. هنا كاين جميع انواع ديال الفروت كما كتشوفوا هنايا. This is from Morocco. بلوبيري من المغرب. لقينا المغرب بعد عنا. سبيت لنا كتشري الفروت وكتقلبوا واش داكشي هو هذاك ولا لا. علاش واحدة خامجة كتلوحها؟ باكي واحدة لقات فيها جوج اللي خايبين، خلاتهم ليهم. خوت هاد البلاصة زوينة، داير بحال سوبر ماركت، ولكن داكشي فيها نقي، فيها الماكلة، فيها أي حاجة كتقلبوا عليها. كما كتعرفوا أي واحد كيقلب على حلال يقدر يلقاه في هاد البلايص هادو. الحلويات شوف هاد الريستوران هادي كلشي غير على حساب لافوكا، حتى اللي خدام هنا لابسين الخضر، وكاين هنا حتى العطريه العربيه. خوت وليت كناكل حتى نسيت باش نصور لكم اشنو كلينا. شديت انا حوته، طاطا الحلوه، الكرابس مع لافوكا، الرز الكحل مع الكرابس والكريمه ديالو. الخوت نختموا موسكو بهذا الشارع هذا اللي سميتو بوزيانسكي بريدج، كيكون عامر بالناس بالليل صراحه، اللي واحد الشارع زوين وكيكون فيه داكشي ديال الموسيقى وداكشي ديال المهم. عطيو شي لقطات تمنهم، تهلاو لي فريوسكم وخليني نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. بيس. Спать, ты ждал моей дисциплины.